خلونا نرجع مع حضراتكم ونتابع تفاصيل هذه الزيارة المهمة ونتائجها، واللي دار كمان في المؤتمر الصحفي. لكن معانا على التليفون، صحيح مش معانا في الاستوديو لكن على تليفون، زميلي العزيز خالد أبو بكر، وهو موجود على الأرض بقى عشان يتابع فعاليات هذه الزيارة. وبالتالي هو فندق الماسة دلوقتي أو في العاصمة الإدارية، هنعرف مع حضراتكم. مساء الخير يا خالد. اهلا وسهلا، مساء الخير يا لبنى ومساء الخير على الساده المشاهدين. اهلا بيك يا خالد. انا عايزك بقى، انت على الارض يا خالد، فقول لنا كده الانطباعات، الاجواء، الكواليس، الحضور كمان، ايه انطباعاتهم عن اللي دار النهارده؟ اولا انطباعات جيده جدا. يمكن التقيت بالوفد الفرنسي الموافق للسيد الرئيس ماكرون في اللقاء الاول اللي جمع الرئيس ماكرون في السفاره الفرنسيه مع المثقفين الفرنسيين في مصر ومع الشخصيات المصريه المهتمه بالشان الفرنسي. بدا على الرئيس ماكرون انه يعني ممتن جدا للاستقبال الحافل اللي قامت به مصر تجاه البعثه وتجاه الرئيس وحرمه. هناك برنامج للزياره ممتلئ جدا، واعتقد انه النهارده الرئيس السيسي كما اعلن السفير الفرنسي للحضور جميعا ان الرئيس الفرنسي تاخر على اجتماعه الاول بسبب ان الرئيس السيسي فاجاه بزيارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة. هذه الزيارة لم تكن إطلاقا داخل البرنامج ولم يكن معد لها، لكن الرئيس السيسي اصطحب الرئيس ماكرون في زيارة للعاصمة الإدارية الجديدة بالطائرة الهليكوبتر. بعدها توجه الرئيس ماكرون إلى مقر السفارة الفرنسية، والآن يصل الرئيس السيسي والرئيس ماكرون إلى فندق الماسة حيث سيشهد اجتماعا كبيرا يضم عدد كبير جدا من رجال الأعمال المصريين والفرنسيين وشخصيات عامة من الجانبين المصري والفرنسي. بحب أكد على أنه الوفد المرافق للرئيس الفرنسي هو وفد رفيع المستوى، وأيضا ده بان لنا في عدد كبير جدا من الاتفاقيات التي وقعت صباح اليوم في قصر الاتحادية، والجميع هنا يشيد بحفاوة الاستقبال. أيضا هناك عدد كبير من الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، ومنها يعني منح فرنسية تقدم إلى مصر، والرئيس الفرنسي نفسه أعلن عن تقريبا مليار يورو تقدم من الجانب الفرنسي إلى الجانب المصري. أذكر على سبيل المثال هناك منحة فرنسية لإقامة مترو أنفاق مصر الجديدة قيمتها حوالي 260 مليون يورو قدمت من الجانب الفرنسي إلى الجانب المصري. الحقيقه الاجواء رائعه، والحقيقه الاستقبال رائع، وانا فخور جدا ببلدي انها تستقبل هذا الضيف الكبير بهذا الحجم من الاستقبال. كمان الوفد المرافق للرئيس الفرنسي ابدى يعني ارتياحا كبيرا جدا للقائه بالمسؤولين المصريين، لا سيما المجموعه الاقتصاديه المصريه. يحضر الان رئيس الوزراء، وصل الى فندق الماسة، والجميع في انتظار دخول الرئيس الفرنسي والرئيس المصري. أعتقد أن الصورة مبهجة جدا، وأعتقد أن هذه الزيارة زيارة ناجحة بكل المقاييس، سواء من حيث الاتفاقيات التي وقعت، وإلى جانب ذلك أيضا الزيارة الهامة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى معبد أبو سمبل والوفد المرافق له الذي أبدى امتنانا كبيرا جدا مما تشاهدوه. قل لي يا خالد، اللي موجودين حواليك، الحضور، الشخصيات العامة، الأوساط السياسية بشكل عام، إزاي تابعوا وقيموا المؤتمر الصحفي النهاردة، خاصة الكلام عن ملف حقوق الإنسان، الأسئلة اللي تم توجيهها للرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ماكرون، ورد الرئيس عبد الفتاح السيسي كمان في هذا الملف؟ يعني الحقيقه لما تكلمنا يعني مع الفرنسيين المرافقين، خاصه المثقفين والوفد الصحفي المرافق للرئيس ماكرون، الحديث كان على لغه واحده، وهو ان البلاد في حاله الضروره قد تضطر لاتخاذ عدد من الاجراءات، وهذا ما حدث في فرنسا بالفعل بعد مظاهرات فترات الصفراء، ان فرنسا اتجهت لاتخاذ اجراءات يعني لم تكن معتاده عليها. والجميع يتفهم جدا الموقف الذي مرت به مصر طوال السنوات الماضيه. ولا اعتقد اطلاقا ان يعني ايا منا كان سيزيد كلمه عما قاله الرئيس السيسي. اعتقد ان الرئيس رد السيسي شامل. يعني تكلم بجراه شديده جدا، وكان يتحدث بقدمين ثابتتين في موقفه، انه هنا بامر من الشعب المصري ويمثل الشعب المصري، وإذا تحدثنا عن حقوق الإنسان فلا بد أن نتحدث عن حقه في العلاج وحقه في المسكن، ونتحدث عن ما قامت به مصر في حقوق الإنسان في هذا المجال، وحقوق الإنسان الأخرى التي يتحدثون عنها
بعض المدونين أو بعض من يدعي أنه وطني أكثر من الوطنيين، فهي حقوق لا تمس الواقع أو لا تقرب إلى الواقع بالصلة. أنا حقيقة يعني كمواطن مصري بغض النظر عن أني متابع للموقف، إجابة الرئيس كانت بالنسبة لي كافية جدا وكانت في منتهى التلقائية، وأعتقد أن الرئيس كان يتحدث بانفعال وطني شديد جدا، وأعتقد أيضا أن الرئيس ماكرون يتفهم تماما الموقف في مصر. ولكن الأجمل والذي يعني يدور في بال كل المصريين الحاضرين حوالي الآن وهو استقلال الشخصية المصرية، وده الشيء اللي أنا حقيقي كنت فخور به جدا النهاردة أثناء المؤتمر الصحفي، أن الشخصية المصرية والسياسة العامة المصرية هي شخصية مستقلة تماما وتعرف كيف تتحدث ولا تنتظر إملاءات من أحد. وأعتقد أن حديث الرئيس ماكرون كان يتحدث للرئيس السيسي وقال أننا نتحدث كأصدقاء وليس لي أن أملي أي شيء. صحيح. وهذه الكلمات ده كان واضح من تعقيب الرئيس الفرنسي على ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتأكيد طبعا على عدم التدخل في سياسة الدول، استقلال القرار المصري، الإرادة السياسية اللي بتفرض نفسها في مختلف المحافل الدولية. خالد يعني سهرة سعيدة إن شاء الله، ونرجع نتكلم معاك مرة تانية لو في وقت، وبرضه نشوف إيه الأخبار، ومنتظرينك بكرة إن شاء الله. شكرا يا خالد.